أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رؤية جديدة، حيث سنتحدث اليوم عن الاحترام، وهو احترام من نوع آخر. إنه احترام لبيئتنا وتحملنا لمسؤولياتنا المجتمعية تجاه البيئة بكافة مكوناتها. للتعرف على تجربة رائدة في مجال حماية البيئة، نستضيف ضيوفنا الكرام الدكتور مازن قمصية، مؤسس ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي، وأستاذ في جامعة بيت لحم بيرزيت وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، والأستاذ إلياس حنضل، باحث في علم الحيوانات، وجمهور الحلقة من محافظة بيت لحم، متطوعين وضيوف في بيت لحم. أهلا وسهلا في الجميع. دكتور، ده بلش معك. أنت بتكرس حياتك لحماية البيئة واستدامتها، رجعت من أمريكا بحياة هناك في كل الوسائل الراحة، لكن قررت تيجي على بلادنا الحبيبة وتشتغل هون. شو التحديات اللي بتدفعك لهذا التوجه اللي انت تعمل فيه؟ يعني هي تحديات وفرص ايضا. نعم. عندنا يعني في العالم 7.5 مليار بني آدم. نعم. نحن يعني في لنا مسؤوليات، وهي المسؤوليات شو اللي نعمل فيها؟ احنا شو انا دوري بالعالم كشخص يعني؟ فانا يعني قررت انه دوري هو انه اخدم، انه انا هاي البلد هي انتجتني. نعم. هي علمتني، فبدي اخدم هاي البلد، بس برضو بدي اخدم الارض، يعني كوكب الارض. نعم. تحت تهديد، كما سمعت مثلا في الفترة السابقة حرائق بالامازون هي رئة العالم، تنتج 20% من الاكسجين للعالم. نعم. البيئة هي مترابطة، كل نواحيها مترابطة، فلما نأثر على جزء منها بنأثر على كل شيء، نأثر على حياتنا. وحاليا في فلسطين هناك تهديدات. نعم. مش بس تهديدات عالمية، هي تهديدات كمان محلية. نعم. فمثلا يعني عندنا الاحتلال الإسرائيلي، الاستعمار. نعم. تدمير 500 قرية دمرت وهجر سكانها، وبدل هالقرى والمزارع والأشجار الزيتون والتين والعنب وغيرها اللي كانت فيها اللي دمرت، اجت الحكومة الصهيونية وزرعت مثلا أشجار صنوبر. نعم. هذا بسموه مونوكلتشر بالإنجليزي، وهذا دمر البيئة الفلسطينية. يعني بعدين حولوا مياه نهر الأردن. نعم. من بحيرة طبرية، وهذا جفف منطقة حوض النهر، البحر. نعم. نهر الأردن والبحر الميت بلش ينقص. فهناك تأثيرات بيئية كبيرة للاستعمار، وهناك تأثيرات بيئية منا من الفلسطينيين. نعم. ومن الشعب العربي، كيف نرمي زبالة بالشوارع. نعم. كيف بنأثر في بيئتنا، كيف نستعمل السيارات، الوقود وإنتاج ثاني أكسيد الكربون وأمور زي هاي. هناك تحديات كبيرة. نعم. السؤال هو شو دورنا إحنا يعني؟ نعم. وعندنا متطوعين وعندنا موظفين هنا بيشتغلوا بحرقة قلب. ليش؟ لأنه بنشعر بالخطر. نعم. بالخطر اللي بيواجهنا كبني آدمين، لازم. نعم. نعمل إشي مقابله. نعم. دكتور، يعني الجانب الإسرائيلي، إحنا هون نحكي بطريقة مش موضوعية، الجانب الإسرائيلي عماله بيدمر في البيئة الفلسطينية، أوكي؟ مع إنه المتعارف عليه البروباغندا والدعاية برا إنه الاحتلال بيحول الصحراء إلى جنة خضراء. جنة. نعم. وهذه للأسف الكل هيك معتقد فيها، بس هاي إحنا في هون مشاكل أكبر من هيك، صحيح؟ نعم. نعم. يعني الاحتلال، هاي الدعايات اللي بيروجها بالعالم هي دعايات المستعمرين دائما بعملوها، بس المستعمرين دائما هم مدمرين البيئة. يعني المستعمر الأوروبي في أمريكا الشمالية اللي أكثر من 2 مليون من البافلو من البايسون اللي قتلوهم وتدمير. نعم. للبيئة وغيرها، هذا الاستعمار دائما يدمر. نعم. البيئة. لكن برضو يعني احنا ما من نلوم كل شيء على الاستعمار. نعم. لازم نلوم نفسنا يعني كشعب. نعم. شو مسؤوليتنا وشو بنقدر نعمل. وانا حاب انه نركز بهاي. نعم. الكلام. نعم. على شو الأنشطة اللي ممكن نعملها. نعم. وشو المجالات. نعم. والبرامج والأمور اللي إحنا كشعب. نعم. ممكن. نعم. نأخذها على عاتقنا حتى نغير. نعم. دكتور، أنت ذكرت أنه بزرعوا صنوبر، شو الهدف منه بزرعوا صنوبر؟ بطمسوا هويتنا أو القرى، مظبوط؟ يعني زرعوا الصنوبر الأوروبي. نعم. عشان إيش؟ لأنه بنزل أوراقه بتطلع حموضة بالأرض. نعم. بتمنع. نعم.
خروج النباتات الأصلية الفلسطينية زي الزعرور والخروب والبلوط والشغلات هاي، وأيضا لأنه بنمو بسرعة ولأنه بخفي معالم الجريمة اللي هي تدمير القرى الفلسطينية وتهجير سكانها. الياس فعرف شو تحب تضيف على الموضوع، إنه ليش مثلا هدول بيزرعوا شغلات هاي، ليش الإسرائيليين بيحاولوا يروجوا إنهم هذا بسموه بالإنجليزي green washing، يعني إنه هم بيعملوا تخضير في بلادنا. على زراعة أشجار دخيلة زي الصنوبريات بشكل عام مش من طبيعة بلادنا، مع إنه في أنواع أصيلة في فلسطين ولكن ما كانت بهاي الكمية. هذه الأنواع المزروعة عنها هي الأنواع الدخيلة اللي هي أجت عن طريق الانتداب البريطاني على أساس يمثل فلسطين خلينا نحكي البلدان الأوروبية. تعرف أوروبا أغلب هاي الأشجار، ولكن إذا بتيجي للطبيعة الفلسطينية قطعت كل شيء عندك في الحبل في أشجار، بطلع عندك بنمو كالتالي: الأشجار الفلسطينية زي بلوط، خروب، زعرور وإلى آخره. هلا زي ما ذكر الدكتور، مشكلة إنه الأشجار هذه مش بس إنه أوكي طمس المعالم، كمان تخريب للبيئة. على سبيل المثال بتزيد حموضة التربة زي ما ذكر، وجذور هاي الأشجار منافسة لباقي النباتات. إذا بتلاحظ بتمشي ما بتلاقي أي نبتة تحتها أو زهرة. غير هيك هذه الأشجار بتجلب كائنات حية غريبة على بلادنا زي الحشرات. على سبيل المثال، على آخر بحث نشرناه وبطلع في شهر 12، إنه لقينا حشرة لأول مرة تسجل في فلسطين التاريخية دخيلة على بلادنا بتمتص السوائل من هاي الأشجار، وهذه كلها ممكن يكون لها تداعيات في المستقبل لأشجار أخرى هي أصلها فلسطينية، ممكن تسوي لنا مشاكل زراعية وتكون آفات زراعية. دكتور، إحنا حكينا عن عوامل خارجية لتدمير بيئة، حكينا الجانب الإسرائيلي شو عماله بيدمر. بصراحة كمان مرة، هل إحنا كمان دورنا مدمر للبيئة، بيساعد في تدمير البيئة؟ كيف بتقيمه؟ نعم، يعني مشكلة فلسطين هي استعمار، لكن أيضا الاستعمار هو استعمار فكري جزء منه. فلما نرى انه في ناس عندنا مثلا برموا السجاير برا السياره، بوسخوا، بحرقوا قمامه، شغله زي هيك، هذا بعتبره جزء من الاستعمار الفكري اللي هو احتلال لفكرنا وقله اهتمامنا بارضنا وببيئتنا، استعمال المبيدات الحشريه السامه اللي بتسبب السرطان. يعني في امور كثيره بنعملها احنا كفلسطينيين لازم برضو نكون مسؤولين عنها، بالاضافه للاشياء اللي حكينا عنهم اللي هم الاحتلال الاستعمار الإسرائيلي اللي بيأثر فيهم. هلا في رأيي أنا هذا مهم جدا، نحرر دماغنا حتى نقدر نحرر جسدنا، حتى نقدر نرجع نربط مع الأرض ومع هاي الأرض الطيبة اللي غذت أجدادنا وكذا. إنه كيف بدنا نرجع نعملها؟ إنه أول شيء نحرر فكرنا من فكرة إنه هاي البلاد مش لنا، هاي البلاد للصهاينة لأنهم أجوا من الخارج لأنهم أذكى منا. لا، احنا فلسطينيين لنا تراث كنعاني برجع لالاف السنين، وكنا نزرع، كان جدي يعيش من الارض، من الكرسنة والقمح والشعير وكل شيء عنده بالدار، استكفاء ذاتي يعني. فلازم نرجع لهاي الاصولنا لاصولنا، وهذا المشاريع اللي بنشتغلها احنا كمان لها علاقه بهذا الشغل. شكرا لك دكتور. في مداخله استاذ هون، عرفنا عن نفسك. اسمع، عبد السلام الجنازري، انا مدير مشروع التنوع الحيوي وتنميه المجتمع في متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي وجامعه بيت لحم. اهلا وسهلا. الحقيقه انا بدي اضيف واركز على اللي تفضلوا فيه، وبدي اركز على جزئيه ما تفضل فيه الدكتور من دورنا إحنا كفلسطينيين وكأفراد في حماية وجودنا. والحقيقة بدي أركز على دور المزارعين هون. إحنا في مشروع تنوع الحي وتنمية المجتمع في من مبادرة داروين ببريطانيا، الحقيقة من أهم أهدافه هي المحافظة على التنوع الحيوي وأيضا تنمية قدرات الناس والمزارعين في منطقة المخرور بالذات، من أجل ممارسة نشاطات زراعية صديقة ومرتبطة بالزراعة التقليدية. زي ما حكى، إحنا مزارعينا الفلسطينيين حقيقة طول عمرهم في قبل الاحتلال وكذا كانوا جزء من من الطبيعة، وكانوا أصدقاء لها، وممارساتهم الزراعية رائعة ومندمجة، وما بتشكل لا خطر ولا تهديد ولا أي أذى، وهذا كان في استدامة طبيعية. الآن في هذا السياق إحنا مهم جدا، مش في سياق مشروع معين، إحنا في رسالة المتحف التربية وبناء القدرات والبحث
والمحافظة على التنوع الطبيعي هي كلها عوامل يجب أن يعمل بها معا وسويا من أجل الوصول إلى بيئة مستدامة. وإحنا مزارعين حقيقة مزارعين الفلسطينيين هم أحد الجبهات الأخيرة لتعزيز الصمود في 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 ضد الاحتلال. فبالتالي يجب تكريس الوعي، وإحنا بدورنا في برامج كثيرة بنشتغل عليها، سواء ورش عمل سواء تدريبات في الميدان في المزارع. أخواننا المزارعين أيضا عم بدركوا شوي شوي أنه أصبحوا ضحية لممارسات لم يوعوا بأنها خطيرة على البيئة، مثل استخدام المبيدات الكيماوية الضارة، مثل البذور اللي المزارعين سابقا كانوا مكاثيهم وتبذيرهم من مزارعهم. فبالتالي اللي بدي أختتم فيه إنه حقيقة يجب تفعيل دور مؤسساتنا وأيضا الجهة المرجعية العامة الحكومة من أجل تعزيز وعي الناس والمزارعين بدورهم نحو الطبيعة اللي هي يعني ضمان مستقبل للأطفال. وشكرا. شكرا لك. بدي حاب دكتور، شو تأثير العوامل اللي ذكرتها والهون الأستاذ اللي ذكرها على جودة المزروعات، على نوعية المزروعات، وشو تأثير على حياتنا؟ هذا الإشي ما منفكر فيه. ليش؟ لأنه بدنا نسوي ربح، بدنا نستخدم مبيدات، بدنا نهمل في الأرض. بس شو حقيقة تأثيره؟ شكرا على السؤال. المهم جدا نعرف أنه طريقة الزراعة التقليدية هي تنتج يعني ثمار وفواكه وخضروات طبيعية صحية مناسبة مع الإنسان اللي جسمنا حتى تأقلم معها عبر آلاف السنين. لما أنا أكل تفاحة فلسطينية أصلية صحية، حتى طعمها بيختلف عن التفاحة اللي بيعملوها اللي شكلها جميل ومحطوطة بالسوبر ماركت ومشتريها ومنوكلها اللي فيها مستعملين مواد كيماوية عليها بتأثر على صحتنا، بس حتى طعمها ما لهش طعم، حتى فيتامينات فيها ما فيش فيها كفاية فيتامينات زي الثمار الأصلية الفلسطينية. فإحنا بنقول نرجع للبذور الأصلية وللثمار الأصلية الفلسطينية اللي هي يعني جسمنا تأقلم معها، وهي اللي فيها لكل غرام كمية فيتامينات وأملاح وأشياء مهمة للجسم وأمور تحارب السرطان، حتى مش تزيد السرطان زي الثمار اللي مشتريها من صناعة إسرائيلية وأمور أخرى. أنا بقول صناعة لأنه هم حتى بيستعملوا الاسم صناعة زراعية أو أجرو بيزنس بيسموه، يعني إنه بزرعوا آلاف الأشجار من نفس النوع. إحنا ما كنا هيك تاريخياً، إنه أهلنا كانوا يزرعوا شجرة زيتون جنب شجرة تفاح جنب شجرة تين. زراعة المختلطة اللي هي تعتمد على بذور أصلية، هذا شيء مهم جداً إنه نسترجعه، لأنه هو صحياً كمان لصحة الإنسان. ليش سرطان عمال بزيد عندنا؟ ليش الأمراض الجلدية بتزيد عندنا؟ ليش عدم الخصوبة والتشوهات الخلقية؟ أنا كمان تخصصي وراثة، وعندنا مختبر وراثة وندرس على التأثيرات الجينية. درسنا مثلاً تأثير المستوطنات الصناعية اللي بتكب مواد كيماوية على الإنسان وتأثيرها على تكسر الDNA والكروموسومات وعلى صحة الإنسان. فإحنا بندرس هاي الشغلات، نعمل أبحاث عليها ومنورجي الناس أهمية هذا. المرات يعني ما في يعني عندهم بالفطرة، يعني عندنا حتى مزارعين هنا اثنين بالثلاثة اللي بيشتغلوا بالزراعة، يعني بيعرفوا فطريا بيعرفوا شو الأشياء الكويسة والأشياء مش كويسة. ما في حاجة حتى نعلمهم، لكن بدهم دعم زي ما حكى الأخ، إنه بدنا ندعم كيف نساعد إنه ينتجوا الأشياء الزراعية الأصلية. شكرا لك دكتور. نشوف هلا تقرير عن المتحف ونكمل النقاش. شكرا. أوكي دكتور.
الفريق على عمل هذا التقرير. دكتور شو دوركم هون؟ حابب أسمع كمان من الأستاذ، شو دوركم هون في هذا المتحف؟ شو الأهداف؟ الياس قلنا ليش عملنا المتحف؟ شو فكرة المتحف أجت إنه عندنا في بلادنا فلسطين نقص كتير في عدة شغلات، إن كانت من ناحية بحثية أو من ناحية توعوية أو حماية. عشان هيك قام المتحف على ثلاث شغلات مهمات، اللي هي البحث العلمي والتعليم البيئي أو التعليم بشكل عام في الأمور اللي احنا نختص فيها، ثم الحماية. لما جينا فكرنا بداية في المتحف كيف نبلش في الأمور، بلشنا نحكي أنا ما بقدر أجي أعلم أي حدا عن التناول الحيوي أو شو أهميته لي كمزارع كشخص كإنسان عادي في فلسطين أو حتى كباحث أو ريادي من دون ما أسوي بحث علمي. فبلشنا في القراءة وجمع المعلومات، وإذا لاحظت كان في مجموعة كتب قديمة اللي هي أصولنا، يعني بنحكي عمان على كتب سنة 1886 لتريستران بحكي عن حيوانات فلسطين. بعدين وينها؟ هاي حيوانات القردة طبعا، ويا ريت شوفي بعدها شوفي بعدها صار ما فيش ابحاث ما فيش كتب ما بنعلمش شيء. واخر يعني لو في بدور على كتب وعلى ابحاث بتلاقي عدد قليل بيختص في بلدنا. فهون اجت الفكره انه بدايه قبل ما احكي بدي اسوي متحف لازم ابحث. يعني عرضت انت عده معارض، هذه المعارض ما اجت من هباء، اجت عباره عن بحث علمي تم دراسته ونشره في مجله علميه باسم فلسطين طبعا، في مجلات مرموقه بتم مراجعتها. بعدين نعمل هذا المعرض الصغير عشان أبين للشخص بطريقة تفاعلية شو الموجود عندنا، متحجرات، تاريخ فلسطين، ثدييات، زواحف، برميات والآخرة، وأنا شو بستفيد منها. هلأ حتى فكرة التعليم كانت صعبة. ليش؟ لأنه التعليم صعب توصل معلومة خاصة إذا كانت علمية لشخص عمره سنتين ثلاثة، غير عن شخص بدرس بيئة، غير عن شخص معه دكتوراه، غير عن شخص ختيار. فهذه كانت واحدة من المشاكل اللي واجهتنا، ولكن عن طريق البحث طورناها وصار عندنا أساليب مختلفة في التعليم تنوصل للبوينت المهم اللي هي الحماية. الحماية اللي هي مش أحمي حالي أنا كإنسان، أحمي البيئة اللي حوالي اللي هي أصلاً أنا بتأثر في أي تغير فيها. هذا بشكل مختصر مبسط عن يعني أنت ذكرت الكتب، شفنا كتب في التقرير وفي كان في حيوانات ونباتات بجوز كلها انقرضت كمان بسبب سوء معاملتنا مع البيئة، صحيح؟ يعني ممكن احنا كتبنا بحثين لحد هلا قارنا بين ما كان موجود من القرن التاسع عشر. أورينا هنا كانت جزء من احدى الابحاث على مقارنة بين ما عملوا في تريستام اللي حكى عنه في الطيور مثلا وبين ما موجود حاليا بناء على معرفتنا الحالية وابحاثنا الحالية، وبناء عليه نكتشف النتاج للتأثيرات البيئية سواء من الاستعمار سواء من التغير المناخي أو من الناس العاديين السكان العاديين اصطيادهم الجائر للطيور هاي والحيوانات النادرة اللي انقرضت. فهنا يأتي أهمية زي ما حكى الياس هو البحث العلمي حتى نفهم شو اللي حصل، ومش بس نفهم شو الموجود حاليا، بدنا نفهم تاريخيا كيف تغيرت الأمور. فعشان هيك مستعمل كلمة التاريخ الطبيعي. التاريخ الطبيعي natural history يعني. فهو تاريخنا الطبيعي هو يشمل كل شيء زمنيا أيضا ومكانيا، يعني المحل والمكان والأنواع والأشياء هاي. تفضلي بس عارفين عن نفسك أول شيء. شكرا شكراً استضافتنا. أنا رينا سعيد، بشتغل منسقة مشاريع وفني مختبر في متحف فلسطين التاريخ الطبيعي. اسمح لي بمداخلة على تفضل فيه دكتور مازن وزميل الياس. من الرؤية، رؤيتنا هي المتحف هي البحث التعليم والتوعية والحفاظ على إيش إحنا لقينا. بدي أعلق على جزئية التعليم والتوعية. مهم جداً إحنا بس نعرف شو موجود عندنا، نوعي المجتمع المحلي والمجتمع الفلسطيني كمان بإيش إحنا عنا، إيش التعقبات، وكيف إحنا ممكن نأخذ سلوكيات لحتى نحد من هاي الأخطار والتبعيات بعد ظروف فوق سيطرتنا والمسيطرتنا على بيئتنا في فلسطين. على سبيل المثال، من واحد من مشاريعنا هو مشروع التوعية حول التغير المناخي. بدي أمشي شوية تفاصيل هذا المشروع. هو مشروع إحنا طورنا فيه مادة توعوية وتفاعلية حول المشاكل الموجودة عندنا بيئة فلسطين بشراكة مع زملاء شركائنا في الشبكة البيئية في سويسرا. هاي الجزئية الأولى طورنا فيها إيش موجود عندنا مشاكل، كيف ممكن نحلها ومن خلال سلوكياتنا. الجزء الثاني هو توجهنا فيها طبعا للمجتمع
والهدف او الفئه الرئيسيه بشيء اي شيء احنا بنشتغله هو الطلاب، لانه طلاب مدارس طلاب جامعات، لانه الطلاب هم الجيل القادم على هاي البيئه، ولازم يكون عندهم توعيه والدرايه الكافيه بايش عم بصير وايش لازم يصير لحتى تصير هاي البيئه مستدامه للجيل القادم. شو تفاعل، انت حكيت عن التفاعل، كيف تفاعل الطلاب بهذا الموضوع؟ نعم طبعا بالتحديد في هذا المشروع احنا توجهنا 14 مدرسة، وطبعا في جميع مشاريعنا او جميع الفئة المستهدفة دائما نحرص ان يكون الفئة هي من كلا الجنسين اناث وذكور. تفاعلنا كان عن طريق انه عملنا بوسترات كبيرة كان فيها عرض مشكلة، بس طبعا ما كان، كنا نسال الطلاب هاي مشكله عندنا، رايكم شو المشاكل، ليش صارت عندنا المشكله، هل انت دور منها، اذا احنا دور منها كيف ممكن احنا نحد منها، انت كطالب كيف ممكن تحد منها. على سبيل المثال النفايات، كيف ممكن نبلش نحد من النفايات اللي عم نشوفها، حرق النفايات، الاستهلاك الكبير للمواد اللي ممكن احنا نستغنى عنها زي كالبلاستيك. وبالتالي كان كله تفاعل جدا رائع، الطلاب مدارس الطلاب يعني معروفين لسه صفحه بيضاء، كل شيء بيجيبوا من تفكيرهم البسيط اللي هو جدا صحيح، فكان تفاعلهم كثير جيد ممتاز، وعمال هسه بنشتغل على البحث على تفاعلهم تجاه هاي المواد التعليميه التفاعليه. وايضا بعد هاي المرحله من زيارات الطلاب لمدارسهم جبنا الطلاب عندنا للمتحف لحتى يشوفوا بعض النماذج اللي هي بتساعد على استدامة البيئة عندنا من ناحية إعادة تدوير الأنظمة الزراعية، العناية بالحيوانات اللي بنشوفها جريحة أو الحيوانات اللي عندها بعض الأفكار الخاطئة عنها والقصص. نعم وكمان توجهنا بالمادة هاي التعليمية لبرا لسويسرا، شاركنا في مسابقات وعروض توعوية، وبرأينا هذا كان كتير إشي ناجح، لأنه وعينا الناس في الخارج إنه بغض النظر بتسمعوا عن شعب فلسطيني من شعب مضطهد أو بغض النظر شو بتحكي البروباغندا، عنا وعي، في ناس عم توعى لمشاكل عالمية وإحنا بنحاول حلها محلياً. رائع. يعني بس بدي أزيد إنه عملنا نوادي بيئية في عدة مدارس، وإنه هاي النوادي البيئية هلا بتشتغل لوحدها يأخذوا المسؤولية يشتغلوا فيها. واللي عقب على النقطة الثانية حكتها رينا إنه إحنا يعني صرنا مثال للعالم، يعني صرنا حتى طلبوا منا نمثل يعني كيف بنعمل تغييرات في وضع في دول نامية بسموها developing countries. هاي الدول النامية صعب عليها تحمي بيئتها لأنه يدوب عايشين يعني، فالاقتصاد بيأثر في حماية البيئة. فكيف إحنا قدرنا نعملناها، التجارب اللي عملناها، وطبعا عملنا أخطاء وتعلمنا من هاي الأخطاء وكيف طورنا نفسنا، وهاي التجارب، وحتى مش بس دولة نامية، دولة نامية تحت الاستعمار حتى نقدر نحمي بيئتنا ونقدر نزيد إنتاجنا الزراعي ونقدر نعمل أشياء كثيرة. قدرتنا هي بتعتمد على دماغنا، إذا حررنا دماغنا بنقدر نحرر جسدنا، بنقدر نعمل أشياء كثيرة. هذه الفكرة اللي بنحاول نوصلها للناس، واللي الناس زي ما قلت أنا بالفطرة هم بيعرفوا هاي النقطة وبيحاولوا يشتغلوا فيها. فأنا يعني كل اللي بنعمله إحنا في المتحف يعني بالملخص اللي حكى الياس، يعني إحنا مش بنعلم الناس معنا بنعطيهم محاضرات، إحنا بنخلق بيئة اللي هم ينموا قدراتهم الذاتية، زي ما بخلق بيئة للنبتة حتى تنمو، بعمل تربة خصبة وشوية مية وشمس وهواء، نفس الشيء للإنسان، تعمل له بيئة، المتحف هو بيئة يعني تنمي قدرات الشباب، بما فيهم اللي سمعتوا منهم زي عبد السلام وزي رينا والياس والشباب يعني في منهم موجودين هنا، اللي ينموا قدراتهم الشخصية، قدراتهم موجودة بداخلهم، أنا ما بفرضها عليهم، لكن هم بنموها لأنه بقدروا عليها، والمزارعين موجودين هون نفس الشيء. دكتور أنت ذكرت هون الأخت وذكرت التشبيك مع 14 مدرسة بتحاولوا توصلوا للناس، الناس بيجوكم، الهدف يعني خلق بيئة لهم، يعني مش هو نشاطات لا منهجية، هو أكبر من هيك كذلك، هي أسلوب حياة. أسلوب حياة. يعني الموضوع مهم جدا جدا جدا. كيف دور الحكومات؟ بتشبكوا مع الحكومات يساعدوكم؟ دور وزارة مثلا الزراعة، بعرفش
كيف طبيعة هذا التعاون يعني تشبيك؟ عندنا مثلا إبراهيم هون من وزارة الزراعة بيقدر يعلق على علاقة وزارة الزراعة معنا بالتوعية كمان والمساهمة والتوعية والأمور هاي. نعم. لكن يعني في لنا علاقات مع بعض الوزارات. نعم. وساعدونا في بعض الأشياء. نعم. مثلا سلطة الجودة للبيئة ساعدتنا في أنه وفرت لنا شخص يشتغل معنا يومين بالأسبوع لمدة سنة كاملة يشتغل معنا. نعم. بحيث طلعنا رحلات ميدانية والشاب هذا اسمه مبارك جواهر كان يعني جيد جدا ويريت أنه نستمر في تنمية هاي العلاقات بيننا وبين الوزارات لخدمة المجتمع لأنه في عنا إمكانيات يعني زي ما قلت يعني إمكانياتنا هائلة جدا كشعب فلسطيني هي تتمثل فينا إحنا كشعب يعني لا عندنا لا بترول ولا ذهب ولا عندنا عقولنا إذا حركنا هالعقول هاي نقدر ننتج أشياء يعني حتى إحنا نشرنا في مجلات وأبحاث أكثر وسبقنا حتى الإسرائيليين وسبقنا الأجانب اللي في عمل هاي الأبحاث فما عندنا نقص إحنا عندنا النقص الوحيد هو الإرادة إذا قررنا أن نعمل إرادة على أي موضوع نقدر ننتج فيه. إبراهيم إذا تحب تعلق تعليق شو دوركم مع المتحف وفضل عرفنا عن نفسك. المهندس الزراعي إبراهيم مشاعلة نائب مدير مركز التدريب الزراعي في وزارة الزراعة ودليل سياحي مسارات سياحة مجتمعية وبيئية وباحث متطوع في مشروع حفظ التراث الثقافي الزراعي والبيئي مع متحف التاريخ الطبيعي في جامعة بيت لحم. أهلا وسهلا. في كثير من المشاريع المشتركة واللقاءات التشاورية والاستشارات بين وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة ومتحف فلسطين للتاريخ الطبيعي ونقابة الأدلاء السياحيين ووزارة السياحة والآثار بخصوص المسارات السياحة البيئية اللي هي نعتبرها مهمة كثير في الحفاظ على البيئة وتوعية الناس على أهميتها خصوصا كمان أنه في كثير من المشاريع اللي لها علاقة بالحفاظ على البيئة ودراسة التنوع الحيوي وكمان في اشتغلنا مع متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي على متحف الأرض والإنسان اللي اهتم بجمع المقتنيات الزراعية القديمة اللي استخدمها الإنسان على مر العصور في فلسطين وكذلك إنشاء الموقع تراثنا الطبيعي الويب سايت اللي فيه كل شيء له علاقة بالزراعة والبيئة من أمثال شعبية وحكايات وقصص وهزيج بهدف التوعية والتعليم البيئي غير أنه إحنا كمان في وزارة الزراعة في كثير من المشاريع اللي بتحافظ على البيئة منركز عليها والتوجه الجديد لها اللي هي الزراعة البيئية الزراعة غير الزراعة البيئية في عندنا كمان موضوع الحفاظ على الموجود من محميات طبيعية المحميات الطبيعية في فلسطين هي صغيرة ولكن هي الرئة اللي نتنفس منها نحن بنعتبر أن الغابات والمحميات الطبيعية هي الصيدلية الطبيعية هي الدواء الشافي لنا فعشان هيك احنا لازم نحافظ على هذه الأشجار من خلال الإدارة العامة للغابات والمراعي والمحميات الطبيعية في وزارة الزراعة وفي عندنا مشروع فلسطين خضراء اللي هو توزيع الأشجار مجانية في وزارة الزراعة ومشاريع زيادة الرقعة الزراعية من المحميات الرعوية وفي كثير من المشاريع ولكن منشوف انه الطاقم غير كافي المشاريع غير كافية لانه البيئة بدها شغل اكثر من هيك وشكرا يعني هاي جزء من التحديات كمان انه بدها بتلاقي تفاعل من الناس اكثر استاذنا ولا لا في تفاعل في حراك طبعا في تفاعل في تفاعل كثير في بالجمهور خصوصا في المسارات السياحة البيئية وتوجه كبير من الناس صاروا يطلعوا على هذه المسارات ويعرفوا بيئتنا ويعرفوا أهميتها وصار عندهم علم جديد بالتنوع الحيوي اللي موجود اللي ما كانوا يعرفوا عنه من أعداد الطيور أعداد النباتات الأصناف اللي تتميز فيها فلسطين هذه كانت يعني قليلة المعلومات اليوم معظم الناس عن طريق التواصل الاجتماعي وصاروا يعرفوها أكثر شكرا لك دكتور كمان مرة للتأكيد شو الربط شفنا في التقرير برضو أدوات قديمة كان يستخدموها أجدادنا شو الربط بين التاريخ والحضارة تبعتنا شو أهمية هذا الربط على حياتنا وكشعب فلسطيني
يعني مهم جدا ان نعرف انه احنا جزء من هذا الخصيب هنا. نعم. الانسان انتقل من جمع الحيوانات والنباتات البرية الى الزراعة وتهجين الحيوانات. نعم. زي العنز والغنم والامور هاي. فاحنا اصل الحضارة الانسانية هو ليش مهد الحضارات احنا بفلسطين؟ لانه اجدادنا الكنعانيين. نعم. هم اللي طوروا هاي الزراعة. نعم. وتهجين الحيوانات وهذا التراث الزراعي والتراث الحضاري اللي لنا. نعم. موجود بلغتنا يعني حتى. نعم. فاحنا في عندنا مشروع ثاني موله البريتش كونسل اللي هو مشروع له علاقه بالتراث. نعم. وحاليا طبعا انتهى المشروع لكن نحن مستمرين يعني بنجمع الاشياء وبندرسها بنجمع بنحاول نحمي التراث الملموس والغير الملموس. نعم. الملموس كما رايتم بس بالفيديو زي الادوات الزراعيه. نعم. القديمه المحاريث القديمه الخابيات الامور هاي وندرسها ونعرف عنها أكثر. نعم. حتى في مناحل قديمة بينت بالصور شوية أنه. نعم. كانوا يعملوا مناحل من الطين مع الكش والشغلات هاي. هذا التراث الملموس لكن هناك أيضا تراث مش ملموس. نعم. زي الأمثال الشعبية الأهازيج الأغاني طريقة التفكير حتى طريقة الزراعة يعني في طرق حتى بالزراعة كانوا يعملوها أجدادنا وإحنا نسيناها واللي هي مهمة جدا. نعم. No. مثلاً إذا بزرع ريحان بين النباتات الثانية الريحان ريحته حلوة إلنا للإنسان لكن للحشرات طارد للحشرات. No. بيهرب الحشرات الضارة اللي بتوكل النباتات الثانية فهاي الأفكار اللي كانت موجودة عند أجدادنا اللي هم عباقرة كانوا بالنسبة إلنا. No. بعتبرهم في رأيي يعني مهم جداً نسترجعها ونوثقها ونستعملها. No. مش إنه هذا التراث بس هيك حلو إنه أعرفه يعني هو شيء بقدر أستعمله حالياً بحياتي ومؤثر أيضاً. نعم. زيادة حكي. نعم. الدكتور أنه مشكلة تاريخنا القديم عماله عم يحتضر خلينا نحكي. نعم. نعم. عم بيختفي يعني اليوم الشباب ما بيعرف كيف كانت ينطحن القمح سابقاً أنه في شيء اسمه جاروشة كيف كان يحفظوا أجدادنا البذور ما في ثلاجات اليوم يحكي لولد كدك تحفظ خضرة. نعم. لك ثلاجة طب سيدك وستك يعني هذا التاريخ المسمى ذكر الدكتور الملموس أو الغير الملموس اللي عمالنا بنحاول نحافظ عليه مش بس إنه أجمع هاي المعلومات وحط أعرف إحنا بنحاول نطلع فيها أبحاث نسوي فيها ندوات. نعم. نسوي فيها زي اللقاء التلفزيوني إن الواحد يعبر عنها وينشرها بين العالم لدرجة إنه من ناحية تعليمية سوينا موبايل أبليكيشن. نعم. إنه أنت بتنزع تلفونك زي كأنه معك دليل تتعرف أول شيء على الأدوات اللي عندك شرع عنها إن كان لولد عمره 4-5 سنين لحتى لشاب أو زلمة كبير راشد بيعرف هاي الأمور ولكن ممكن ما يمر على هاي المعلومات والهدف منها مش بس إنه أحكي إنه اشتغلت مشروعي ووقف عنده لا إنه إحنا في عنا في المتحف تبعيات إنه أنا ما بحكي بس بوقف على نقطة معينة بدي أوسع لو بصرف من جيبتي ما عندي مشكلة المهم أوصل رسالة اللي هي الهدف الأول التوعية والحفاظ على البيئة وعلى تراثنا. ليش في لا مبالاة يوجد برضو بشريحة كبيرة من شبابنا من أهلنا بعدم الاهتمام لهذا الموضوع؟ شوف الهدف احنا بنحاول نغير يعني هذا ما الهدف ما يعني شوف للأسف انه شعبنا بحط كل شيء على الاحتلال على اللاكل وبقول لك في الشغل ان انا محتل في الشغل انه انا زلمة بليد ما بدي اروح ادور ما بدي اكون اكتر افكر برا للصندوق اللي حابس حالي هلأ امور البيئة اليوم هي امور مش بس انه معناته اروح ادرس انواع طيور ثدييات زواحف هذا الحكي ممكن ادرس علاقتها الكائنات الحيه مع امراض للانسان اروح ادرس علاقتها مع تاثرها بالنباتات اذا كانت افات زراعيه احنا اليوم وصلنا لفكره او بنحاول ندرسها كمان لطلابنا انه انت قادر على خلق وظيفتك عن طريق شو التفكير انه ما ضلك تفكر اذا انا تخرجت اروح ادور على وظيفه والوظيفة تحكي لي يسوي تاسك 1-2-3-4 وخلصت اموري لا انه ما في تبعيات وما بعد لها انه روح اشتغل في الاشي اللي بتحبه عشان تبدع فيه. نعم. اللي هو كان وجود المتحف يعني لما كانت بداياتنا في الجامعات انا درست احياء في جامعة بيت لحم طب مخبري ولكن وصلت مع مرحلة انا ما بدي يعني ما في له هدف يعني انه اول شغلة ما في شغل لقدام ثاني. نعم. شغلة بتبلش تنمو فيك البذر انه اوكي انا بحب الحيوانات بحب النباتات طب في مجالات بعدين تعرفنا على الدكتور قبل ما حتى يصير في شيء اسمه متحف فبلش الشغل في بداياته انه تجميع حشرات التعرف على انواع عندنا وربطها ولحال الهوايه خلينا نسميها او حبي لشغله معينه سوت لي وظيفه ادركت اهميتها كمان بالضبط ومشيت فيها الخطوه اللي كانت صعبه اقنع اللي حوالي انه انا بحب هذا الموضوع انه بحكي لك الحيوانات رح يدفعوا لك راتبك ايوه شيء غريب شيء حتى فكره انه هون النمط الفكر اللي حكى عنه دكتور يعني لما مرات بيجي عندنا ناس بتحكي لهم مسماك الوظيفه عالم في علم الحيوانات
شو بتحكي يعني انت شو شو هالمسمى الوظيفي؟ لا احنا في عنا علم، في عنا ثقافة، انا قادر، في عنا مجالات اخلق فيها وظائف اخرى للشباب. مش بس هيك، اليوم الشاب الفلسطيني او الصبي ما بقدر سوق العمل عنا يتحملهم، هذه واقع. اذا انت ما كنت مبدع وتحول هوايتك لمصدر دخل لك ولكن في نفس الوقت يفيدك في او مش يفيدك على مستوى شخصي، يفيد اللي حواليك، هذه مشكله. ما بتقدر تطور من حالك. ومجال البيئه اللي موجوده عندنا مش مجال بس شيء صغير، مجال ضخم فيه عده تفرعات. مش بنحكي عمالنا بالله بدي ادرس بس حيوانات ونباتات، لا. تاثيرات على صحه الانسان زي ما ذكر الدكتور. تاثيرات احتلال على البيئه، تصحر او دمار للبيئه. فهذا اللي احنا بنحاول نوعي عليها، وحتى عمالنا بنحاول بجامعة بيت لحم ندخل بيئة جديد انه ادرس الناس الاستدامة والتناول الحيوي. في الاخر يطلع الطالب ما يدور على وظيفة، يخلق وظيفته ويساعد طلاب اخرين انه يشتغلوا معه. هذا الفكر، هذا الفكر اللي احنا بنحاول من خلال برضه هاي الحلقة ننشره على وللمعلومات. هذا مش بس حكي، انه هذا في اطار التنفيذ وهي في العمل. لانه احنا كمان شعرنا في متحف انه ما بدي بس احكي، الحكي ما بطعم خبز بالعامية. احنا الافعال بتدل عنا مش بالاقوال. دكتور يعني ضيوف الكرام، شكرا لك استاذ الياس على وربنا يقويك ويكثر من امثالك كمان، واكيد موجودين كثير. يعني الموضوع كبير بده وقت اكثر، بس حاب اسمع منك رساله. رساله شو بدك تحكي للشباب، للاهل، للمسؤولين؟ وبدي اسمع منك كمان، تفضل. يعني رسالتي انه زي ما حكى الياس انه احنا بنقدر نغير واقعنا، انه احنا الحركه بيدنا، القوه بدماغنا، لانه هذا اللي موجود عندنا. زي ما قلت ما عندنا مصادر طبيعيه كبيره، لا ذهب ولا بترول ولا امور هذا، والحمد لله ما عندنا، ما بدنا نصب فيه لدول الخليج، بس هذا ما بديش ادخل بالسياسه. في رأيي مهم جدا انه احنا نقوي قدرات الشباب ونطور الشباب ونركز على الموضوع هذا كنوع من الوطنية ونوع من حب الأرض وحب فلسطين. فلسطين جنة وهي جزء من هلال خصيب ممكن نطورها. في رأيي كل منا له دور، وكل اللي مستمعين والحاضرين لهذا البرنامج لهم دور وبقدروا يساعدوا. وبنهاية البرنامج إن شاء الله بنحط قائمة بالويب سايتس اللي هم ممكن يساعدوا فيها. مثلا عندنا ويب سايت تراثنا، اسمه تراثنا، اللي فيه الأمثال الشعبية والأهازيج والشغلات هاي اللي ممكن حتى يضيفوا عليها الناس، يزيدوا يودوا لنا معلومات نحط فيها، اللي بتقدر تحط فيها مثلا كلمة آذار أو زعتر ويطلع لك كل الأمثال الشعبية اللي لها علاقة بآذار أو زعتر أو شغلة زي هيك. نحط الويب سايت الموبايل ابلكيشن كمان اللي حكى عنه الياس، اللي لعبه للاطفال حتى يربطوا نفسهم مع تراثهم الفلسطيني على الموبايل فونز هذول اللي بيحملوهم. فبنحط هاي الثلاثه او اربعه ويب سايتس للمشاهدين حتى يشوف شو بيقدروا يعملوا. وطبعا مدعو كل المشاهدين يجوا يزورونا بالمتحف. احنا في الكركفة، في كارمات على الشوارع من جنب فندق البارادايس، شارع الجمعية الأنطونية، ومن كل مداخل بيت لحم تلاقي كارمات اللي تقدر تصلنا. فأهلا وسهلا بالحضور، يعني انه يجوا يزوروا المتحف ويحكوا معنا عن آلية التعاون. زي ما حكى الأخ إبراهيم مثلا انه ممكن نتعاون مع الوزارات، مع المؤسسات الاهليه والحكوميه وغير الحكوميه، لانه هذا عمل جماعي واحنا كل عملنا هو عمل جماعي، ما بنشتغل لوحدنا. يعني انا حتى يعني زي ما عرفتني انا بشتغل بثلاث جامعات حاليا وكليه الكتاب المقدس بيت لحم. فاحنا بنشتغل دائما جماعيا ودائما تعاونيا، ومنرحب بكل حابين يتعاونوا معنا. استاذ الياس شكرا لك. دكتور مازن شكرا من القلب. يعني استاذ الياس شو بتحكي للمدارس، للمسؤولين من ناحيه اهميه هذا الموضوع؟ انه شغله بسيطه، نرجع شيء اسمه صحه وبيئه، لانه شبابنا اليوم عندهم جهل ونقص في هذه الامور. هذه أمور ممكن تؤدي إنك أشخاص لإشي اسمه استدامة في المستقبل إذا تم تعليمها. لأنه زي ما بحكي المثل، العلم في الصغر كالنقش في الحجر. إذا أنا زدت التوعية وأسلوب الحياة لدى الأطفال إنه محافظة على البيئة،
صدقني احنا بجوز بكره نسكر خلص، انه خلص فيش لنا مهمه بعد هاي الشغله، لانه حافظنا على بيئتنا. والاهم من هيك انه تتاخذ هاي الامور على مستوى جدي اكثر، انه البيئه مش شيء عباره عن شجرتين وورده وبدي احاول احميهم، لا، هذه بيئه عباره عن رئتي، هي اللي بتحافظ لي على نقاء بيئتي، هي اللي بتعطيني الغذاء لي. اذا خربت هاي البيئه فيش غذاء لي كانسان، وانا بنقرض كانسان. فهذه مش إشي كلمة صغيرة، لأنه إحنا مجتمع بدنا نسوي صحة وبيئة وبدنا ندخل في مواضيع غريبة، لا، هذه مواضيع بتحدث فيها على مستوى العالم، هذه فيها مشاكل في دول أخرى، ولكن إحنا كفلسطين رح نحاول عن طريق المتحف ومؤسسات أخرى أنه نكبرها وتصير إشي أسلوب حياة في شخصيتنا أو لشبابنا. شكرا لكم. الله يخليك. ضيوفنا الكرام، في شكل مداخلة أخيرة، تفضل. الحقيقة بحب بس أشير إلى المنهج التكاملي اللي تفضل فيه الدكتور وزميلنا أستاذ الياس، بأنه تربية، بحث، محافظة، ولكن أيضا هذا يتطلب إدماج شعبي وإدماج حكومي، التدخل. نحن بحاجة إلى استراتيجية على المستوى الوطني لكي تكون مكملة لعملنا كمتحف ومدعم للتدخل الشعبي اللي يفترض يكون أثره حقيقة مرئي فيه. وشكرا. شكرا. تفضلي. تفضلي. مداخلة بسيطة جدا. تفضلي. منتوجه كمان الأهل من البيت. نعم. مهم جدا. احنا متفهم انه الأهل هم انتقلوا من مجتمع زراعي لوظائف. نعم. عم بيبعدوا عن الأرض. وعم ببعدوا أولادهم اللي هم عن الأرض كمان. فأولادنا عم تنشأ، طبعا في مناطق اكثر من مناطق، يعني الشمال لسه في اتصال مع الارض، بس نيجي على المناطق الاكثر مؤسساتيه فيها بنشوف انه الاولاد عم بيخلقوا، عم بيكبروا، واهميه او وجود البيئه بالنسبه لهم مش معروف، منعزلين جدا، خصوصا مع التطور التكنولوجي. فيعني متطلب من يعني نطلب من الاهل انه يوعوا ابنائهم بدل ما يروحوا على مطاعم، على يروحوا على البيئه. التواصل مع البيئه بنمي قيم، التواصل مع الحيوان بنمي قيم، بنمي مسؤولية، وهذا له دور كبير في أنه الجيل يكون عنده وعي من البداية وهو صغير. شكراً لك. شكراً لكم على ضيوف الكرام. شكراً لكم على النقاش المفيد والمعلومات المهمة اللي بتأثر على حياتنا وعلى بيئتنا. شكراً لكم. إن شاء الله يكون صوتكم كمان جميعاً وصل للجميع من أجل التغيير إن شاء الله وأخذ الخطوات. شكراً. 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 أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أشكر باسمكم كمان مرة ضيوف الكرام، دكتور مازن قمصية، مؤسس ومدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي، وأستاذ في جامعة بيت لحم بيرزيت وكلية بيت لحم للكتاب المقدس، والأستاذ الياس حنظل، الباحث في علم الحيوانات، وجمهور الحلقة من محافظة بيت لحم. لاستفساراتكم الرجاء الاتصال على هاتف البرنامج رقم 275-3355، وزوروا موقعنا الإلكتروني bethlehem-nvmc.org. لكم مني ومن طاقم البرنامج أطيب التمنيات والتحيات، وإلى اللقاء.